بما يتعلق برول الحوار. قوة إلى السودان رؤيته للحوار لا مانع من ترتيب الإجراءات والضوابط التي تثبت عملية الحوار. كيف؟ الناس محتاجة إلى هي تحدد ما هي الأجندة، مكان الحوار، يجب المطروط أن لا تتطور الحوار، حوار مفتوح لكل السودانيين. كذلك المفروض يكون في إجراءات بناء الثقة، إطلاق الأسرى والمسجونين، كذلك تحت الحريات، الحريات الصحبية. ومن هنا يعني أنقل لكم معلومة مهمة، هذه الحكومة هي لا تقوم بالحريات، كما أشرت في السابق، إذا أسألت هي تقوم بالحريات هي ما كانت أحد مثلاً قتل الديمقراطية. وبالتالي في 2011 إنما كنا في الدوحة نتفاوض في تلك الفترة عن قضية دارفور تحديدا في إطار السودان الواحد الموحد، لما تحدثنا في الوقت المتعلقة بالحريات الأساسية في حقوق الإنسان قالوا لنا يجب عليكم تتحدثوا فقط في إطار دارفور، أي تتحدثوا بالحريات في دارفور، ولكن ما معني بالتحدث بالحريات في السودان. الحريات لكن لا يمكن تتجزأ مطلقا، ما ممكن أنا أتحدث بدارفور أقول هذه الحكومة كذا وكذا تعالج الحكومة في دارفور، ولكن إنما أجل الخطوط يتم القبض على بيتنا كمواطن آخر. يعني وبهذه الطريقة أنا بقول إن الحكومة الآن هي بتسعى سعي حسيس عن طريق إقامة الاستفتاء لدارفور لفصل دارفور. ومن هنا إحنا بنطلق رسالة قوية، الجبهة الثورية وقوة القوى المعارضة المسلمة عن السودان تكون عروض السودان أفضل وشعب. وبالتالي على أي إجراءية تريد التفت السودان عليه أن ترى. لذلك محتاجين من الإجراءات الأساسية لعملية الحوار وقف الحروب، وكذلك تسهيل العملية الإنسانية. ما مستفيدين، كل الخدمات الآن هي محصورة. العدد المواطنين في مناطق النزاع بينكم نيل عزر ودارفور لم يتمكن الحصول على النزاع. للأسف الحكومة السودانية فرضت منظمات كبيرة جدا في تحقيق تجنب النزاع، والآن لم تكن هناك منظمات تعين الناس. في مشكلة في الكساب، مشكلة في الاتنازات، مشكلة في التعليم، في مشاكل أمنية. الحكومة هي يوميا بتقتل المواطنين بالقصف الجوي، وبالتالي هذه هي من الإجراءات الضرورية التي يجب أن تصبح عملية الحوار. كذلك ضرورة انشغال كل الأطراف السودانية لإيجاد توافق سياسي فيما يتعلق بالمخالفات. هذه هي رؤية ونظرة التور من السودان فيما يتعلق بالضوابط والإجراءات الأولية، ومن ثم يمكن الناس تجلس وتحدد كيف الناس ممكن تبدأ مسألة. الآن في مشاورات المفروض تبدأ هذا اليوم في أديس أبابا فيما يتعلق بالضوابط والإجراءات. وصارت حقيقة لم تخطئ كل أطراف الحروب في السودان، والآن الأطراف الموجودة في أديس أبابا هم حيقدموا استفسارات الوزارة لماذا الدعوة تأتي من كل الناس. ولكن من هنا أنا أقول إنه قوة السودان مع حق الشعب السوداني مع الحوار. إذا أساس الحوار المضمون منه هو تفكير ومسار قائم من المحور الوطني، إذا أي حوار لم يأتي بتفكير هذه المسار ولم يتم التوافق على النتائج والعملية السورية وتحقق القرارات السلمية، أنا أفتكر أنه جبهة ثورية وقوة السودان ما حيكون جزء من عملية الحوار
أترك الفرصة للإخوة، شكرا جزيلا.